أنا اسمي يسرى إبراهيم، خريجة هندسة قسم عمارة، بس اتجهت للطبلة لأن أنا حبيت فكرة أن أنا أتعلم آلة موسيقية، بس أكون أهم حاجة أكون أنا متعلقة بيها وبحبها من وأنا صغيرة. الطبلة دي يعني من وأنا صغيرة كنت بحب ألعبها جدا، كنت أي حاجة بطبل عليها يعني، فابتدت معايا من سن صغير جدا. فلما كبرت شوية وابتدت أتعلمها حسيتها زي ما تكون هي يعني لقيت نفسي فيها، هي دي الآلة اللي أنا اتعلقت بيها واخترتها. بدأت أتعلم طبلة مع رحت أماكن كتيرة جدا يعني، بس الشخص اللي كان ليه الفضل في الموضوع ده هو كان الأستاذ سعيد الأرتست في الأوبرا، لأن هو يعني هما بجد بيتبنوا المواهب هناك يعني. فكنت برضو رايحة هناك مش قوي يعني، فنقل بيا ليفل أحسن بكتير يعني. النهاردة كان في العدد كان كبير جدا، احنا بس كنا عايزين نعرف كل واحد الليفل بتاعه فين عشان هنعملهم جروبات، عشان النهاردة يعني فكرة تعرف بس مش اكتر. لكن بعد كده هيبقى في ساعة او ساعة ونص او ساعتين على حسب يعني عدد المجموعة، بنقسمهم 4 أو 5. كل مجموعة بتبقى نفس الليفل، يا إما بجينرز خالص أول مرة بيمسكوا طبلة، يا إما بيبقوا عندهم خلفية بس يعني برضو لسه مش يعني مش بروفيشنال يعني، وفي بقى بيبقوا ما شاء الله كويسين جدا، دول بيبقوا برضو مجموعة لوحدهم. الحمد لله النهاردة الناس كانت مبسوطة جدا الحمد لله. هي أي أصلا الطبلة آلة مفرحة يعني، أي حد يمسك طبلة هيطبل حتى لو هو متضايق هيتبسط. طبلة ليه يتكسروا ليه؟ بصي، هي الطبلة دي بتخرج الطاقة السلبية وبتدي بوزيتيف انرجي كده، فيعني حاجة كويسة بتحسن النفسية. أي آلة موسيقية بس الطبلة فيها فرفشة كده شوية. هو أي حد هيتعلم طبلة هتفرق معاه في سماعه للميوزك عموما، ودنه هتختلف لان هي بتظبط الايقاع في ودنك كده. فعم تيجي تسمعي الحاجه، عارفه لما بتبقي بتسمعي حاجه انت درساها او عارفاها بتبقي بتتمزجي وحاسه ان ليها طعم، غير لما بتبقي بتسمعي حاجه انت مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل فيها بس التوتال عاجبك يعني. ده الفرق يعني، والواحد لو حابب الحاجه هيوصل فيها لشيء حتى لو الناس قعدت تحبطه قد كده، بس هياخد وقت وهيطول لو هو حاسس ان هو مش زي الناس اللي بتستجيب بسرعه.